وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 511 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 125 طن مواد غذائية وغير غذائية، حيث تم ضبط أكثر من 59 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. اما في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه فقد تم ضبط قرابه 66 طنا كما تم ضبط 724 قضيه في مجال قضايا المخابز من بينها 69 قضيه خبز ناقص الوزن و85 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير، تم ضبط 33 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 359 طناً